بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة إدارة المراسم والأتكيت تحت عنوان تصنيفات إدارة المراسم والأتكيت. لا شك أن إدارة المراسم والأتكيت لها عدة تصانيف تباينت بين الرسمية والاجتماعية وتداخل الاجتماعية والرسمية على معطيات تطبيقات إدارة المراسم والأتكيت، وكذلك تتبع بالتعاملات الفندقية والاجتماعية، ويمكن توضيحها على النحو الآتي: أولا، التصنيف من حيث الرسمية، وتشتمل على أربعة أصناف فرعية: المراسم الخاصة بالاحتفالات الرسمية، والمراسم الخاصة بالزيارات الرسمية، والمراسم الخاصة باللقاءات الرسمية والمؤتمرات، ومراسم التفاوض وعقد الاتفاقيات. أي تأخذ الطابع الرسمي هذه الأصناف الفرعية على مستوى التعاملات، ولها قواعدها الخاصة مثل ما أشرنا بالمحاضرات السابقة في القواعد العامة والخاصة لإدارة المراسم والأتكيت. أما الصنف الثاني فهي الظاهرة الاجتماعية التي تتباين بين الخاصة والعام، وهذه الجوانب تأخذ أتكيت الطعام، وأتكيت معالجة الأخطاء، وأتكيت التربية، وأتكيت التعامل مع الآخرين، وأتكيت الاتصال والتحدث مع الآخرين، وتقديم الهدايا، وتقديم الشكر والثناء والدعوات، وأتكيت الزيارات الاجتماعية، وأتكيت وسائل المواصلات، وأتكيت العمل، وأتكيت المسرح، وأتكيت التسوق والشراء. وهذه التصنيفات لها اعتبارات خاصة على المستوى الاجتماعي، تعتمد على السلوك الراقي في تطبيق كل قاعدة من القواعد المذكورة. أما الصنف الثالث فهو متداخل بين الرسمية والاجتماعية، والتي اشتملت على 12 نوعا لإدارة المراسم والأتكيت، وهي مراسم الاستقبال، ومراسم الجلوس، ومراسم التكريم، ومراسم تقديم الطعام، ومراسم التوديع، ومراسم الحضور للمناسبات الاجتماعية، ومراسم وضع إكليل الزهور، ومراسم السير في المواكب، ومراسم أداء اليمين، ومراسم الصعود والنزول من الدرج والمصعد الكهربائي، ومراسم ركوب الطائرات والسيارات، ومراسم الملابس. وإن الأساس في تداخل هذه المعطيات الأساسية، لأن المجتمعات تعتمد على المراسم الاجتماعية والمراسم الرسمية، فلذلك هذا يكون الصنف هجين بين الصنفين الأساسيين، ويمكن التعامل به على الصعيد الاجتماعي الرسمي. أما الصنف الرابع هو مبدأ التخصص الفندقي، فتصنف إدارة المراسم والأتكيت من حيث الوظيفة المتمثلة بالأقسام المنظمة الفندقية، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: أقسام الواجهة الأمامية التي على احتكاك مباشر مع الضيف وتمثلت بالمكتب الأمامي والأطعمة والأشربة والتدبير والإشراف والعلاقات العامة، ولهذه الأقسام أتكيت خاص في التعامل في استقبال الضيوف وتقديم الطعام والإشراف على غرف الضيوف وإدارة علاقات الضيوف. أما القسم الثاني من مبدأ التخصص الفندقي فهو مبدأ الأقسام الساندة لعملية تقديم الخدمة الفندقية، أي الأقسام التي تسند الصنف الأول الذي يقع تحت مسمى الواجهة الأمامية، وهذه الأقسام قسم الأمن الفندقي وإدارة الموارد البشرية والمالية والرقابة والصيانة الفندقية والمتابعة والقسم الزراعي. ويحدد لكل وظيفة أسلوب معين للتعامل مع الضيف، مع التركيز على التعامل الوظيفي ضمن الإطار العمل والعلاقات التنظيمية لتوحيد الجهود أثناء تقديم الخدمة الفندقية. طبعا هذه قواعد تخصصية، وسنعززها بالشرح المفصل بالمحاضرات السابقة، بكون أن المحاضرات متسلسلة على مستوى الفصل،
ولكل محاضرة بوابة تفتح آفاقها على المحاضرات اللاحقة. طلبتي الأعزاء، ممكن أن نترك سؤال لكم تجيبون عليه من خلال البرنامج الإلكتروني الجوجل كلاس روم. كيف لك تميز بين مبدأ التخصص الفندقي بالتعاملات الرسمية والاجتماعية؟ وبالختام نشكر حسن إصغائكم طلبتنا الأعزاء، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، على أمل اللقاء